أعزائي قراء ومتابعي موقع مصراوي الكرام، نحن الآن في مرصد حلوان لمتابعة رؤية هلال رمضان، ومعانا الدكتور أمير حسين، أستاذ بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، واللي هيكلمنا عن كيف استطلاع معهد الفلك هلال رمضان. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الحقيقة هنا المعهد هو مركز تجميع لبيانات المراصد أو مواقع الرصد المختلفة لرؤية الهلال عموما. إحنا عندنا مواقع رصد كثيرة على مستوى الجمهورية، مرسى مطروح والفيوم وهنا حلوان وفي سوهاج وقنا والخرجة وفي أسوان، بمعنى صح أبو سنبل. فالمواقع دي كلها بتجمع بيانات وترسلها المعهد، والمعهد بيرسل التقرير النهائي لفضيلة المفتي، وهو الذي يعلن بداية الشهر من عدمه. كل لجنة من هذه اللجان الحقيقة يعني بتكون مكونة مش ليس أقل من 3 أشخاص، في دكتور من المعهد عندنا وإخوة معانا من هيئة المساحة المسؤولين عن إصدار نتيجة الحائط، وواحد من فاضل المشايخ تبع الإفتاء أو الأوقاف أو الأزهر. دي أقل لجنة من اللجان اللي بتستطلع الهلال. كما قلنا الهلال حقيقة الأمر يستطلع بطريقتين، في الحسابات الفلكية والرؤية البصرية. وإذا كانت الرؤية البصرية أو إذا كان الجو يسمح في الحقيقة بالرؤية البصرية، أو كان الجو صافيا جو جيد للرؤية البصرية، فلا تتعارض الحسابات الفلكية مع الرؤية البصرية. لكن في كثير من الأحيان تكون الرؤية البصرية صعبة لوجود ملوثات أو معوقات في الجو الموجود في مكان الرصد، كملوثات طبيعية، رياح فيها أتربة أو ملوثات صناعية أو غيوم أو ما إلى ذلك. والحقيقة في اتفاق ما بين أهل الشرع وبين أهل الفلك أنه إذا ولد الهلال بعد غروب شمس اليوم يوم الرؤية فتستحيل الرؤية، ويكون اليوم التالي هو المتمم للشهر. وفعلا دي حالة من الحالات التي في لهذا الشهر شعبان 1444 هجرية، الهلال يولد بعد غروب شمس ذلك اليوم، يعني الهلال يولد الساعة 7:24 دقيقة. فهذه الرؤية الحقيقة يعني لابد يعني أو الحقيقة يكون غدا الأربعاء هو المتمم، والذي يعلن ذلك هو فضيلة المفتي. لكن احنا من حيث الحسابات العلمية الهلال يولد بعد غروب الشمس وتستحيل رؤيته هذا اليوم. كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير يا دكتور، شكرا لحضرتك وشكرا لاعزائي قراء ومتابعي موقع مصر في كل مكان. شكرا يا فندم.